بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء. أو فصل يا خاتمة أو فصلك لا خاتمة فصلك لخاتمي علمي بديع. خاتمة كتن داخل لا علمي بديع دا ونعم. أو فصلك لا خاتمة كلباري أو سيانة دا حسن ابتداء تخلص انتهاء. هل بيسونا حسن ابتداء ابتداء كلامك جوان بيت حالی بیه سونا تخلص که جوان بیه و آخره کشی جوان بید. حالی بیه سونا جا ينبغي للمتكلم شاعرا كان او كاتبا. اوانا يعني بحثي او سيانج بوية داخل العلم بديع دا چونكو هر سيكيان محسينيكي عرزينا بو كلام واني هر سيكيان حسنه کی عرزیان تیدا بو کلام بو داخل دبیت بحثکان داخل دبیل علمی بدیع ده. ينبغي للمتكلم شاعرا كان او كاتبا ان يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه. متكلم شاعر به يا نصر پرداز بیت حالی بیت سونام كاتب يعني ناثر. لازم متكلم شاعر بيت يا أهلي نصر بي دبيت جوانترين شد ببيني توا دبيت جوانترين شد مراعات بكات لسيجيغا لكلامي خويدا. حالي بيسونا همان ابتداء وتخلص وانتهاء. حالي بيسونا يتأنق يعني شيء أي يتتبع الآنق الأحسن اسم التفضيل أيدي الآنق. حالي بيه سنة الآنق الأحسن يعني دبيت أوشتيك جوانترو رازا وترا أوشتيك جوانترو جالبترا دبيت أوي ببينتوا وانيا دبيت أو بكار ببات لو سيجاي كلامي خويدا. يقال تأنق في الروضة إذا وقع فيها متتبعا لما يونقه أي يعجبه. مثلا تأنق في الروضة معنى كي أو يعني كوت نيو باغ ونيا و قرا لشتيكي كا متعجبي بكاد قرا لشتيكي كا عجيب ببوي. حالي بوية سونا شتيكي كعجيب بي وجالب بي وجوان ببوي. حالي بوية سونا بمعنى ديتنوي شتي جوان. حالي بوية سونا حتى تكون تلك المواضع الثلاثة أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصح معنا. حالي بوية سونا لو سيزيغانا دا دبيت باشترنشد بدوزيتا وداي بنيت لو سيزيغانا دا جوان ترين شد بي بدوزيتا وداي بنيت بويكا او سيزيغانا هر يق لو سيزيغانا لفزكي وانكا لفزكي شيرين ترين لفز بي. حالي بيو سونا وسبككي جوان ترين سبك بيت. حالي بيو سونا ومعنى كشي صحيح ترين معنى بي. حالي بيو سونا لفزكي شيرين ترين لفز بيت بأن تكون في غاية البعد عن التنافر والثقل. بوجوريكا هر يقلو سيجيغانا غاية بعد دوريها بيت لا تنافر ثقل. حالي بيسونا غاية بعد دوريها بيت لا وانك تنافري وانك حروفي كلمات سقلي حروفي كلمات. حالي بيسونا البتا خدي بعد دوري لتنافر
أنا خالبوني كلام لتنافر ثقل أو بخدي بلاغة لازمة وانيا كلا علمي معاني دا باسكرا بلام غايتي بعد دوري هبيت او اشتكي ديكيا حالي بيو سونا هر اوان دا كلامك بعيد با خالي با لتنافر سقل او كتن بلاغت پيدا دا بي حالي بيو سونا بلام او اشتكي دوري اشتكي ديكيا نالا فقط دور بي لتنافر سقل غايتي بعد دوري هبيت وانيا نهايتي بعد دوري هبيت لا تنافر سقل حالي بيوتونا همان تنافر يعني ناسازگاربوني كلمات دقال يكتر يعني ناسازگاري حروفي كلمة دقال يكتر كالسقلش عطفي السقل بوسر تنافري يا عطفي تفسيره اقبلين بيق معنايا يا عطفي سبب بوسر مسبب شو وقتك تنافر پیدا ده به لبین حروف یک کلمه یا لبین کلمات ده اگر قرار گرتنی حروف که لکن یکتر سقیل به لسر زمان حالی بویا چونه جا وانه که اوه که لفظه که شیرین ترین لفظ به بوجوره که فقط بعید نبه لتنافر و سقل بلکو غایتی بعدی هبید وأن غايتي بعد دوريها بيت لتنافر سقل وأحسن سبكا دبيت سبك كشي جوانترين سبك بي نك فقط جوان بي وأن دبيت جوانترين سبك بيت بأن تكون في غاية البعد عن التعقيد اللفظي والتقديم والتأخير الملبسي وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكتسي اللفظ الشريف المعنى السخيف أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم حليب سنة أوزر خدي أويك السبك كي جوان بيت أو أبو أسلي بلاغة لازمة كلا علمي معاني داباستن كردوا بلام أويك السبك كي جوان ترين سبك بيت لحد تواناي متكلمي دا جوان ترين سبك بيت أو شتيكي جدايا لويكا بو أسلي بلاغة لازمة وانيا بس جوريك سبكا كي جوان ترين سبك بيت بو جوريكا غايتي بعد دوريها بيت لا تعقيدي لفظي حالي بيتونا و بنهاية درجة دور بيت لا تقديم تأخيري تقديم تأخيريكيكا بوشيدو پنهانا وأنا إنسان براحتي دركيناك تقديم تأخيرك دبيت نهاية درجة دوريها بيت لتقديم تأخيري وأنا كمخفي بنهان حالي بيوتونا ودبي ألفاظكي نزيك بن ليكتر حالي بيوتونا مشابه بن دقل يكتر لا محكمي لا رواني ومحكمي دا ولا ناسكي لا وانك لا آساني معنى كان دا وانك يا آساني تلفزي لفزك حالي يا آساني تلفزك متانت وانك هر تفسيري جزالت يا دشكريت جزالت بمعنى رواني بيت وانيا متانت بمعنى قويبوني الفاظ ومحكمبوني الفاظا او جار دبيت معانيه كي معاني الفاظك زور تناسبي هبيت دقل الفاظي خويان ببي اوي كلفزيكي شريف معنايكي سخيفي دبر كردبيت يا برعكس معنايكي يا برعكس لفزيكي سخيف معنايك شريف إذا بركرد به بل يصاغاني صياغة تناسب وتلاؤم بل كو لفظ معنى حالي بيه سونا وانك قالب رجي دكرين حالي بيه سونا با شويك متناسب بشويك سازگار حالي بيه سونا يعني او دوانا دادا رشترين لفظ معنى
بە شێوەیەکی متەناسیب و سازگار حالی بویە چۆنە این دەبێت دەگەڵ یەک بێنەوە لە فزوو معنایەکە حالی بویە چۆنە چاو ئەمە لە علمی بەلاغەتدا بەعزێک ئیشکالیان گرتووە کوتی ئەنە جاخۆ ئەو بەحسەیە مربوطە بە ئەسلی بەلاغەت و داخلە لە علمی معانیدا ئەوە کە دەبێت کەلام دوور بێت لە تەنافوری حروف و کەلیمات یا دوور بێت لە سیقل یا دەبێت دوور بێت لە تعقیدی لەفزی حالی بویە چۆنە مثلا دوور بێت لە زعفی تەلیف مثلا تەقدیم و تەخیری پوشیدە و پەنهانی تێدا نەبێ یعنی دەبێت دوور بێت لە زعفی تەلیف باشە ئەوانە بۆ ئەسلی بەلاغەت لازمن کە لە علمی مەعانیشدا باسیان لێکراوە وانێ ئەمە دەڵێن بابا ئەمە ناڵێین دووربوونی کەلامەکە لەوانە باز دەکەین لە تەنافور و تەعقیدی لەفزی و ئەوانە وانە بەڵکو نەهایەت دەرەجەی بوعد و دووری وانە ئەوە شتێکی جودایە لە ئەسلی بەلاغەت حەڵی بویە چۆنە هیچ کە دوور بێت کەلامەکە لە تەنافور و ئەوانە دوور بێت بەڵکو غایەتی بوعد و دووری هەبێ ئەو بەحسێکی جودایە کە ڕفتی دەبێ بە عیلمی بەدیع حەڵی بویە چۆنە چخۆ بۆ خودی ئەسلی بەلاغەتەکە فەقەت دووری لەوانە لازمە نەک غایەتی بوعد و دووری نەهایەتی دووری لازم نییە حەڵی بویە چۆنە خولاسە جوانبوونی سەبک ئەوەیە کە کەلامەکە هیچ لەفزێکی تێدا نەبێ کە مخیل بێ بە فەساحەت لەفزی نافەسیحی تێدا نەبێ کەلامەکە حاڵی بویە چۆنە بەڵکو ئەلفازی کەلامەکە وانە کە ئەلفازی کەلامەکە زۆر دوور بن لە لەو شتانەی کە مخیلن بە فەساحەت حاڵی بوون چۆنە ئەو جار ئەلفازەکەی دەبێت زۆر دوور بن لە ئیبتیزال و مطابق بن دەگەڵ مقتەزای حاڵ حاڵی بویە چۆنە ئەو جار و ئەسەح مەعنەن دەبێت کەلامەکە هەر یەک لەو سێ جێگانەی کە باسن کرد لە کەلامدا ئیبتیدایەکەی و تەخەلوسەکەی و ئاخیرەکەی هەر یەک لەو سێ جێگانە لە کەلامدا دەبێت مەعنایەکەی سەحیحترین مەعنا بێ یعنی لە ئەندازەی توانایی متەکەلیمدا بە ئەندازەی توانایی متەکەلیم دەبێ مەعنایەکەی سەحیحترین مەعنا بێت بە چ جوورێک بأن يسلم من التناقض والامتناع والابتذال ومخالفة العرف ونحو ذلك بوجوري دبي معنى كلامك دبي سالم بيد لتناقص حالي بيو سونام كابرد الله جاء وخر بو أصلي بلاغة لازم أخو وانيا سالم بوني معنى كلامك لتناقص خو بو أصلي بلاغة لازم أما دلين بابا لێرە مزافێکی مقدەر هەیە مینە تەناقضی یعنی من ئیهامی تەناقضی هیچ کە کەلامەکە خاڵیە لە تەناقض حتا ئیهامی تەناقضیشی تێدا نەبێ حاڵی بویە چۆنە ئەو وەختی ئەوە شتێکی جودا لە ئەسلی بەلاغەتە بۆ ئەسلی بەلاغەت دەبێ کەلامەکە مەعنای کەلامەکە خالی بێ لە تەناقض ئەوە بۆ ئەسلی بەلاغەت لازمە بەڵام ئەوەی کە مەلان باسی لێ دەکەین ئەوەیە حتا خاڵی بێ لە تەوەهومی تەناقوزیش حتا تەوەهومی تەناقوزیش لە کەلامەکەدا نەیەتە پێشێ حاڵی بویە چۆنە یا ئیمتیناع مەحاڵ بوون مەعناکە مەعنایەکی مەحاڵ بێ یان وانەکە مەعناکە موبتەزەل بێت حاڵی بویە چۆنە ئیبتیزال یانی مەعناکە مەعنایەکی زۆر مەعمولی و واضح و زاهر بێت کە هەموو کەس بیزانێ مەعنای کەلام نابێ ئاوا بێت حاڵی بویە چۆنە ئەو جار مخالفەتی عرفی ئینسانە بەلیغەکان دەبێ خاڵی بێت لە مخالفەتی عرفی ئینسانە بەلیغەکان و نەحوی ذالیکە ئەو جار دەبێ خاڵی بێت لە میسلی ئەوانەش وانە مەسەلەن دەبێ خاڵی بێت لە مطابقەت نەکردن دەگەڵ مقتەزای حاڵ حاڵی بویە چۆنە پس لەو سێ جێگانەدا لە سێ جێگای کەلامدا دەبێت زۆر
دقتی زیاتر بکری حالی بوی چونه او سه جگانه شونه احدوها الابتداء یک لو سه جگانه ابتدای کلام ونیا بود به ابتدای کلام لابتدای کلام دا دقت و توجه کی زور بکریت لانه اول ما یقرع السمع چونکو ابتدای کلام یعنی قسمتی یعنی بشی اولی کلام اول شتێکە کە دەگات بە گوێچکەی ئینسان ابتدای کلام اول شتێکە لە کلامەکە کە دەگات بە گوێچکەی ئینسان و نێ وە قووەی سامعی ئینسان و تەقەلێ دەدا لە قووەی سامعی ئینسان حاڵی بوویە چۆنە فەئین کانە عەذبەن دێ ئەگەر ئەتوو ئەوەڵی کلامەکە جوان بوو ئیدی مخاتەبیش علاقه پیدا دکات بوی که باقی کلامکش جوب داته یا فإن كان عذبا حسن السبكي صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه اگر اولی کلامکت زور شیرم بو و سبککی زور جوان بو و معنا کشی صحیح ترین معنا بو لحد توانایی تو دا اوقتی سامع رول کلامکی تو دکات و همو کلامەکەی تو حفظ دەکا و لەبەری دەکات حاڵی بوویە چۆنە و ئیلا ئەعرەض عەنهو بەڵام ئەگە ئەوەڵی کلامەکەت جوان نەبوو پشتی تێدەکات و ئین کان الباقی فی غایەت الحوسنی حەتی ئەگە باقیماندەی کلامەکەی تو لە غایەتی حوسن و جوانیشدا بێ وەلی ئەگەر ئەوەڵی کلامەکە بە دڵی مخاتەبی نەبوو تازە جوێی پێنادات فالئیبتیداء الحەسەن مەسەلا اولی کلام جوان بێ وەکو چی مثال دێنێتەوە فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل كقوله خبرا فالابتداء الحسن جو مبتدايا ابتداي جوان لا ياداوري كردني دوستانو منزلقاي واندا وانيا ابتداي جوان لا یاداوری کردنی دۆستەکان و مەنزڵگادا وەکو ئەو بەیتە شیعرەیە وەکو قەولی شاعیر کە شاعیرەکە ئیمرۆ القەیس ئیدی وەکو قەولی ئیمرۆ القەیسی کە کتوویەتی قیفا نەبکی من ذکرا حەبیب و مەنزیلی بسقت اللوا بین الدخول فحوملی یعنی رابو وستا خطاب یا دەگەڵ یەک نەفەریا حاڵی بوویە چۆنە یا خطاب دەگەڵ دوو نەفەریا حاڵی بوویە چۆنە ئەگە خطاب دەگەڵ دوو نەفەری بێت ئەلفەکەلفی تەسنیەیە بەڵام ئەگە خطاب دەگەڵ یەک نەفەری بێ ئەو وەختی دەڵێن یا ئەو ئەلفەیە یا هەمان نونی خەفیفەیە نونی تەئکیدی خەفیفەیە دوایە قەلب کراوە بە ئەلف ئەونە لە حاڵی وەقفدا نونی خفیفه قلب دبه با الف حالی بویا چونه یان دلین خطابی دگل یک نفر کردو بلام با لفظی تسنیه یعنی با فعلی تسنیه خطابی دگل یک نفری کردو هر وکو چون عربکان عادت یان هبو باو کاره که خطاب دگل یک نفری بکن با فعلی تسنیه حالی بویا چونه کتو یانا حتی بعضی کش کتویان علتکی او بوا بوی عرب کان عادتی انوا بو که خطاب دقل یک نفری بکن بلفزی تسنیه چون معمولا وانه که هر نفری که عرب بو هر جگاه که چو اشترکی دقل دا بوا وانه پس اگوا بی یک نفره که دو نفر بوا وانه اخا اشتریش به اصلاح بن نفر شمارش دکره اشتریش یعنی معیاری شمارشی اشتریش نفره وانه دلن سێ نەفەر وشتر مەسەلەن حاڵی بوون چۆنە وەکو چۆن بۆ ئینسانی مەسەلەن نەفەر دەکوترێ یعنی مەعناکەی ئەوەیە ڕابوەستا بۆی کە بگریەین لە وەبیرهێنانەوەی دۆست و مەنزڵگای ویدا وانێ بگریەین راب وستبا بگرین بسقت اللوا بین الدخول فحوملی لا
وانك لا لا وانك لا سقت الليوادة، يعني لا لو قسمتي شنزاردة، وانا ك وانك الشنزارة كان ناسق بوتوا، لو قسمتي شنزاردة كان ناسق بوتوا و بيتشي خواردو شنزاركا حالي بويا سونا. الان بخوي معناه دكاتوا سقت اللواء بلا معناه كي اويا، الان بخوشي لفظ بلفظ معناه دكاتوا لا قسمتي ناسكي بيتش خواردوي شنزار لبين دخول حوملي دا حالي بويا سونا سقت اللواء بسيد. الان السقت الان تاو وانك أو أو يعني بيتي أول قصيدة كي ها أو قصيدة امرأ القيسي كالمعلقات سبع شيدي، يعني أول كي زور جواني هيا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هرشان أوي دوامكي يعني مصراعي دوامكي برق مشكلي هيا مصراعي دوامكي حالي بيا سونا بلا مصراعي أول كي زور جوانا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي حالي بيا سونا، يعني تساو معاني كي زوري ليك مصرع دا بيان كردوا حالي بيا سونا. مثلا هل لو يك مصراعي دا وانك او يك ياندوا كبو خوي راوستاوا حالي بون سونا ودوا داوي لرفيقة كي كردوا كي جراب وستيت وبو خوي قرياوا وداوي لرفيقة كشي كردوا كبقريت حالي بيا سونا. و باسي اوي كردوا ك وانك دوستكان ومنزلقاكان وبرهات وتوا ليق مصرع داوهم ومعناي جياندوا حالي بيا سونا. بيوي كهيت شتيكي مخيل بفصاحة اوانشي تيدابيت حالي بيا سونا. بويا مصرع اولا كي زور جوانا، يعني السبكي كي جواني هي هيش تعقيدي لفزي تيدانية هيش تنافري حروف وتنافري كلمات اوانشي تيدانية حالي بيا سونا. سقط بتشي دلن السقط منقطع الرمل حيث يدق. سقد يعني جيجاي قطعبوني شنزار، وانيا همان جيجاي قطعبوني شنو ما صلى صحرايا دا لو جيك وانك يدق باريك البتا يدق باريك دبيتوا حيث يدق او جيك باريك دبيتوا لريشي همان دقيق ايدي لو جيك باريك دبيتوا حالي بيوت سونا. او جيك باريك وناسكا لا شنزاري صحرا دا بوي دالن سقد بوي دا كتري لواء بشي دالن. واللواء رمل معوج ملتوين با وانك الشنو ماسيكي دا كتريت كا خوار بو بيتوا پیچی خوارد بیت حالی بویا سونا. و الدخول و حومل موضعانی دخول و حومل وانک نیوی دو مکانا. و المعنا بین اجزاء الدخولی حالی بویا سونا. کابرا دل بابا او جواب اشکالی کیم حالی بویا سونا. كابرا دلا الآن بين الدخولي بين بولاي دخولي إذا فكراوا حالي بيه سونا. دا حالك دا دخول نيوي يق مكانيا حالي بيه سونا. خو بين جدبه بوشتي متعدد إضافة بكري حالي بيه سونا. دا حالك دا ليره بولاي يكشتي إذا فكراوا كدخولا حالي بيه سونا. كوابو ليره يعني هناني في جوان نيا حالی بیه چونه لره هنانی فی جوان نیا. هشتا اگر کدبای بین دخولی و حوملی او وقتی مجموعه کن پیکا و دبو دوشد دخول و حومل ونیا. بلام لره بولای دخولی ازا فکراوا چون حرفی عطفکاوا و نیا فیا ونیا. بولای دخولی ازا فکراوا فقط دخولیش یک دانشتا متعدد نیا خو حالی بیه چونه. کوابو معناه که دبه دروز نبید اوش بويا مجبورين ليرا تكلف بكين لمصرعي دوام دا بلين والله مضافك مقدرة كهمان أجزايا بين الدخولي يعني بين أجزاء الدخولي حالي بيه سونا.
معلومه اجزاي مكانك اجزاي او مكانه متعدده دي شتكي متعدده حالي بويا تسونا جا مصرع أولا كنت زور جوانا بلا مصرع دوا ما كي زور جوانيا شكو للاكوا الفازي زورا دا حالك دا معناه كي كم دا جينت وانيا فقط بيمان دلت كا شو وانا كم مكانك شوية بسقت اللي وبين الدخول فحوملي وانيا الفازي كي زور دا حالك دا معناه كي كم دا جينت او جاير بويك معناه كي صحيح بيت دا بيت تقدير انجام بدين اوش تكلف ايدي حالي بيه سونا للايك دي كوا وانك الفازك برق غريبة بسقت اللواء بين الدخول فحوملي سقت اللواء برق الفاز او انا الفازك غريب حالي بيه سونا معناك مأنوس يعني حالي بيه سونا بلان بهر حال هر اما شاهدي مثالي ما مصرعي اولي بيتك يا وانيا كانسان مشتاق دبيت بوي كباقي شعركش جولي بقريت حالي بويا سونا او زار وفي وصف الدار يعني والابتداء الحسن في وصف الدار كقوله قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الايام او زار ابتداء جوان لا وصف مالو خانودا وكو قولي شاعرك ديكا وانا وكو قولي شاعرك كتويتي قصر عليه تحية وسلام قصرك كا درود سلاوي ليبت حاليبون سونا خلعت عليه جمالها الأيام الأيام فاعل خلعتيا وانك جمالها مفعولي ويا عليهش مفعول به غير صريح ايدي حالي بيو سونا يعني روشقارا كان جواني خويا جواني خويا دا كندوا و هاوشتويا نتسر او قسريا حالي بيو سونا روشكان ايام روشقارا كان جواني خويا دا كندوا و بوشاندويا بقسركا واني قرار ينداوى لسر قسركا يعني جواني خوان داوى بقسركا حالي بويا سونا او خلعتك ومعنى اذا كما تزميني تدايدي حالي بويا سونا خلع عليه اي نزع ثوبه وطرح عليه واني تشو خلع اقر بعلا متعدبو معنى كي اويا او اختي معنى طرحج لزمني دا قرار ددري واني يعني لباسكي خوي دا كنت مثلا خلع على زيدين يعني لباسي خوي داكند وبوشان دي بزيدي حالي بون سونا يعني لباسي خوي درهنا ولباسي خوي فريدا بوسر زيد يعني قراري دال سر زيدي حالي بون سونا ليرج معناها كي ويدي خلعت الايام جمالها عليه يعني ايام روجكان جواني خوي ان درهنا وقراري ان داول سر وقسريا جمالها زميري جمالها بو ايامي دقرتاوي دي زميري عليهش بو قصري دقرتاوي حالي بيو سونا الان اوش وايا اوش يعني واقعا وانك اوك او بيتيا اولي كي جواني دي وانا وقتك اولي كلامي دابت اولي كي جواني دابت كلامك حالي بويا سونا وينبغي أن يتجنب في المديح ما يتطير به أي يتشاءم به لازمك لا أول مدح دا لا أول كلامك دا كمدحة دبل لا أول مدح دا دوري بكر لشتيكي كا فالي خرابي بيلي ددري وانيا شتيكي كشومة فالي خرابي بيلي ددريت حالي بويا تسونا دبي دوري لي بكري دي شو مقامك مقامي وينيا مقامي متحة
دەبێت شتی واکە فاڵی چاکی پێ لێ دەدرێ ئەو بکترێت. مەسەلەن چۆن کە قەولیهی مەوعید و ئەحبابی کە بالفرقەتی غەد هەڵی بووە چۆنە؟ مەسەلەن وەکو قەولی شاعیرێک وانێککە خیتابی کرد بە خیتابی کردووە بە داعیەکی عەلەوی، هەڵی بووە چۆنە؟ داعیەکی عەلەوی خیتابی دەگەڵ کردووە، پێی دەڵێت فرقەت نێوی مەکانە، ها ئیسمی مەکانێکە و نییە، بەڵام فراق و جودایی دەگەێنێ، دی فرقەت مەستەریشە، پەس مەعنای فراق و جودایش دەگەێنێ. پێی دەڵێت بەو داعیە عەلەویە دەڵێت شاعیر دەڵێت وانەکە وەعدەی تو دەگەڵ دۆستەکانت لە وانەکە لە فرقەس بینەیە و نییە، مەوعیدی تو دەگەڵ دۆستەکانت سبینێ لە فرقەیە، وانە لە زەمینی فرقە، نێوی مەکانێکی دی هەڵی بووە چۆنە؟ ئەوە مەطلع و قەسیدەت لیبنی موقاتیل ئەڵ-ضەریر، ئەوە ئەوەڵی قەسیدەیەکە، قەسیدەیەکی کە ئیبن و موقاتیلی ڵەریر کتوویەتی، قەسیدەکەی بۆ چ کەسێکی کتووە؟ ئەنشەدەها لیداعی العەلەوی. قەسیدەکەی دەخێنێتەوە، قەسیدەکە دەخێنێتەوە بۆ داعیەکی عەلەوی، یعنی لە ڕیشەی حەزەتی عەلی بووە، وانە عەلەوی یعنی لە ڕیشەی یعنی لە نەسلی عەلی بووە، هەڵی بووە چۆنە؟ فەقال لەه الداعی مەوعید و ئەحبابیکە یا ئەعما وەلەکە مەثەل السوء، کوتی وەڵا وانەکە مەوعیدی دۆستەکانی خۆت ئاوا بێت، وانەکە ئەی ئینسانی کوێر، هەڵی بووە چۆنە؟ ینی وەلەکە مەثەل السوء، ینی حاڵی ناخۆش بۆ تو بێتە پێشێ، حاڵی ناخۆش بۆ خۆت ڕوو بدات، بۆ خۆت بێتە پێشێ، هەڵی بووە چۆنە؟ ینی تەزەکوری پێداکە ئەوەڵی قەسیدە نابێ ئاوا بێت، وانە شتێک باز بکرێت فرقەت کامان مەعنای فراق و جوداییە، مانای فراق و جودایی دەگەێنێت، هەرچەند ئەو وانەکە مەکانی منزور بووە، بەڵام بەرحاڵ ئەو لەفزەیە مانای فراق و جودایی دەگەێنێت، تەزەکوری پێداکە لە ئەوەڵی قەسیدەکەدا نابێت و لەفزێکی بڵێ کە شومە، وانە فاڵی خراپی پێ لێ دەدرێت، هەڵی بووە چۆنە؟ کوتی وەڵا مەوعید و ئەحبابیکە یا ئەعما، هەڵی بووە چۆنە؟ وەڵام مەوعیدی دۆستەکانی خۆت بە فراق و جودایی بێت، وانە بالفرقەتی، هەرچەند شاعیرەکە منزووری لە فرقەت فراق و جودایی نەبووە، هەڵی بووە چۆنە؟ وەلی لەفزەکە ئەوەی دەگەێنێت، هەڵی بووە چۆنە؟ بۆیە دەبوو ئەو لەفزەی لە ئەوەڵی قەسیدەکە نەکوت بە، هەڵی بووە چۆنە؟ و ئەحسنه ئەی ئەحسن الئبتدائی ما ناسب المەقسودە بأن يشتمل على إشارة ما سيق الكلام لأجله، إشارة بولاي ماي إزافة دكري. جوانترين ابتداء كلام أويك براعتي استهلال بيت، حالي بيس وانا جوانترين ابتداء كلام أويك ابتداء كلامك تناسبي هبت دقل مقصودك كدواء دكتري، بەو جوورەی کە ئیبتیدای کەلامەکە مشتمل بێت بەسەر شتێکدا، ئیبتیدای کەلامەکە مشتمل بێت بەسەر ئیشارەکردن بۆ لای ئەو شتەی کە کەلامەکە لەبەروی هێندراوە، ئەو شتەی کە مەقسوودی ئەسلیە و کەلامەکە لەبەر خاتریوی هێندراوە، ئیبتیداکە ئیشارەی تێدا بێت بۆ لای ئەو مەقسوودەی کە کەلام لەبەروی هێندراوە، حالی بووە چۆنە؟ یعنی ئیبتیدای کەلامەکە ئیشارە بە مەقسوودی ئەسلی بکات کە دوایە دێت، حالی بووە چۆنە؟ و یوسەمما کەون الئیبتیدائی مناسبەن للمەقسوودی بەراعەتە الئیستیهلالی، ئەوە کە ئەوەڵی کەلامەکە تەناسوبی هەبێت دەگەڵ ئەو مەقسوودە ئەسلیەی کە دوایە دێت، ئەوە بەراعەتی ئیستیهلالی پێدەکوترێ، حالی بووە چۆنە؟
البته لازم نکات هر ونده اولی کلام که اشاره بکات با مقصودی اصلی حالی بوی سونه او کافیه بوی که براعت استهلالی پی بکترید لازم نکه حتما اشاره که اشاره که زور واضحیش بی بلکو اشاره که خفیشی تیدا بی کافیه لازم نکه اشاره که زور واضح بی حالی بوی سونه براعت استهلال لأصل دابت معناك من برع الرجل برعيا بروعا فعلوا فعلا هردوك درستا من برع الرجل إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره برعت وانك لبرعي ورقيرا وبرعيا بروعا برع الرجل يعني أو بياويا وسرك وتبسر رفيق كاني خويدا لعلم دا يا لغير علم دا لشتيدي كذا بمعنى تفوق براعت بمعنى تفوق وسركوتنا استهلال بش معناك استهلال وانك بعض كتويانا معناك اويا اول صوت الصبي حين الولادة وانيا با البتا وانك لا اتولد عصام وايكتوا با اول دنجي من دال دا كتريت لدواي ولادت اولين زي قاندني من دال لدواي ولادت بوي دالن واول المطر با اول بارانج دالن هالي بيه سونا بلام دواي استعمال راو بو اولي همشتك استهلال يعني اولي هرشتكي هالي بيه سونا بزا قوابت براعة الاستهلال معناها كيتيا البتا لا اتولد عصام كتويتي با اولي دالني دي حالي بيه تونا لا دو السوقي شروي كتوي دي كتويتي با استهلال اول ظهور الهلال واني اول ظاهر بوني هلال اولي ظاهر بوني هلال بويان كتولا اسل دا ثم نقل لأول كل شيء دواء لفظك نقل كراوة بو معناي أولي هرشتيكي بيت بس بأول دلن استهلال حالي بيت سونا براعتي استهلال يعني وانك يعني فوقيتي تفوقي أولي كلامك وانيا برزبوني أولي كلامك بو أولي كلامك برزا تن إشارة دكات بمقصودي أصلي هر اولی کلامه که اشاره دکات به مقصودی اصلی پس جواب اولی کلامه که برزه ونیا برزیو جوانی هی اولی کلامه که حالی بوی سونا البته بعضی که جوری که دیگه معنا دکن و بعضی دلن برا عدیانی هر معنى كي تفوقا بلان منظور اوي يعني سرهلينان براعت يعني سرت هل بيني وانيا براعت الاستلال يعني سرت هل بيني وچاو لهلال بكي حالي بو يتسونا اولي كلام كإشارة بكا بمقصودي اسليش بو يبيدلن براعت استهلال سوكو اتو لأولي كلام كدا سرت هل ديني وچاوك لمقصودي اسلي دكي حالي بيه سونا شون أولي كلامك إشارة دكا بمقصودي أصلي بس هل أولي كلامه سرد هل ديني وتشاوك لمقصودي أصلي دكي حالي بيه سونا أوش زوانا بنظرم وكتسي براعتي استهلال البته اختلافی که تیدایه که خودی اولی کلامه که پیدالن براعتی استهلال که مناسبه دگل مقصودی اصلی یان صفت کیوی که همان مناسب بونه دگل مقصودی اصلی خودی وانک ابتداء الکلام المناسب للمقصود بوی دلن براعتی استهلال ابتداء الکلام المناسب للمقصود
يان كون أول الكلام مناسبا للمقصود يا بويدلن حالي بيسونا اختلافي تدا بلا اختلافك زور مهم نيا حالي بيسونا وكسي براعة استهلال مثالك كقوله في التهنئة بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد وكوكب المجد في أفق العلا صعد يعني بشارت بيت ك بخت إقبال أويك وعدي دابو بجيجي أنت حالي بيتونا وأستيري مجد عظمت لأسماني بليندي وقوريدا سعودي كرت حالي بيتونا يعني أستيري مجد عظمت وقوري أستيركا سعودي كرت برز بوا حالي بيتونا صعدا هاتشان ليرا نسيتي بكسري لا وكل مختار دا كتويتي لمختار الصحاحي دا بكسري عين الصعيدة بلام ظاهرا رواتك هرب فتحية صعدا حالي بيه سونا دشكري بكسري بيخيني نوا بيشش وانك وعدا بوعيدا بخيني نوا يعني اويك وعدا درابو بيشي بختو اقبال بجيجي انت وانيا بشرى فقد انجز الاقبال ما وعدا وكوكب المجد في افق العلا صعدا وعدا صعدا حالي بيسونا الان مطلع قصيدة لابي محمد الخازن يهنئ الصاحب بولد لابنته أو أول قصيديك أبو محمد خازنة كمبارك بايكتو بصاحب ابن عباد صاحب ابن عباد كأستاذ الشيخ عبد القاهر جرجاني بوا مبارك باي بيكتو بسبب بيدابوني من دالك شكي حالي بيتونا الآن ونكيدي بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد يا وعدا ونهلا أولا وديارا بشرى فقد أنجز الإقبال لأولا وديارك يعني أولي كلامك خبر ددا لويك إشارة دكات بويك مقصودك بشارة دانو مبارك باي كردنو أوانيا حالي بيوتونا يعني أولي كلامك إشارة بوي دكات لباش أول براعتي استهلالي دي حالي بيسونا شنكو أولي كلامك كلفزي بشرايا وانكا أبتاو أو أولي قصيدك يا لباش هر أولك إشارة بوي دكات أو بيت أولا إشارة دكات بوي كا لإدامي قصيدك دا وانيا بحسي بشارة دانو يعني تهنيته تبريك أوانيا بسبب ولادتي من ذلك وقوله في المرثية ين وقوله في المرثية يا براعة استهلال أو جعل مرثية دا لتهنية دانا لتهنية تبريك دانا لمرثية دا مثال براعة استعلال وكو قول شاعرك كتويتي هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي يعني أود دنيايا كبربزاري خوي دليت برحزر بلا من برحزر بلا من لا وانك قرتنا شديدة كم ولا كشتنا ناقهانية كم حالي بيسونا لو برحزر بلا لو بترسي وانيا الآن أولي وانيك كي أو أولي بيتي دي واني أولي بيتي أول بيتي قصيدية بلام هر أو بيت أولا نشان دادات كلا إدامي قصيدة كدا باسي مردن وأنا دكري واني وباسي محاسني مردوية كي دكري مثلا واني حذاري حذاري أي إحذر بر حذر ببترسي من بطشي أي أخذي الشديد يعني قرتنا تندكم قرتنا شديدكم وفتكي أي قتلي فجأة كشتنا ناقهانيكم
الآن أو بيت أولا مطلع قصيدة لأبي الفرج الساوي يرثي فخر الدولة. أو بيت أولي قصيديك أبو فرج الساوي كتويتي لودا وانك لقصيدك دا ذكر محاسن فخر الدولة دكات لدواي مردناكي حالي بيتونا ذكر محاسن ويدك هر بيت أول نشان داتك لإدامي قصيدك دا بحث مردن وانا دكري وانا شون بيت أول كي أوي دي دلت هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي وانيا دنيا پر بزاري خوي دلت كا أي خلق بترسن لا مردني ناقهاني بترسن لا كشتني ناقهاني من لو كان ناقهان خلق دا كجم حالي بون سونا أو جيجاي أول كا لو دا دبيت زور دقت بكريكا كلامك جوان بيت جيجاي أول كباسن كر أولي كلامة أولي كلام حالي بيت سونا جيجاي دوام وثانيها أي وثاني المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها التخلص دوام جيجايكا لودا متكلم لازمك لودا دو من جيجا لو سجيجاني كمتكلم لازمة كلامي زور جوان بدو زيتها شتي زور جوان بدو زيتها وداي بنيت تخلصا جيجاي دوام تخلصا تخلص يعني تي أي الخروج مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود أو جي كدت هويت لا أولي كلامه وانك لا بدي بولاي مقصودي أصلي وانيا لو جيش دبي زور دقتي بكي كجوان بحسكي عوسكي حالي بوية سونا يعني او جيكا أتودا تويت وانك لبشي أولي كلامه ولا بدي بو مقصود حالي بوية سونا تخلص يعني خارج بون لو اشتيك كلامك شروع كراوة بوي كأويش تشبيب بيت يا غيري تشبيب بيت واني اويك كلامك اولي كلامك شروع كراوة بوي تشبيب بيت وصفي جواني بيت يا غيري ويبي واني جا لادان لو اشتيك كلامك شروع كراوة بوي لادان لو خارزبون لو اشتيك اولي كلام شروع كراوة بوي بولاي مقصود مع رعاية الملائمة بينهما دقل اويكا تناسبش مراعاة بكري لبيني أو دوانا دا دبين مراعاة تناسب بكري لبيني أو دوانا دا چون اگر تناسبي بيني أو دوانا مراعاة نكري تناسبي نبي أو وقتي بينالن حسني تخلص بيدالن اقتضاب حالي بيه سونا شبب التخلص أي الخروج مما شبب الكلام به أي ابتدأ وافتتح الكلام به شبب يعني ابتدأ وافتتح وانيا خارزبون لو اشتيك أولي كلام ابتدا كراو وشروع كراو بوي وانيا خارزبون لبيرا بولاي مقصود وانيا قال الإمام باشا التشبيب ما قال تشبيب بمعنى ابتداء وافتتاحة وانيا شبيبا وشي بأبتدي أو افتتح معنى دكيوا أوش دلت قال الإمام الواحدي معنى التشبيب ذكر أيام الشباب واللهو والغزل وذلك في ابتداء قصائد الشعر إمام واحدي كتويتي معنى التشبيب لأصل دا معنى التشبيب أو أبوا باس كردني أيامي جواني وسرقرمي وآشقايتي وانيا باسي ويا باسي أيامي جواني وأوانا يعني لأصل دا تشبيب معنى كي أو أبوا كمعلومة أو باسيج لشو دا دكري باسي أيامي جواني وسرقرمي وآشقي لأولي قصيدة كان شعر دا كراوا
حەڵیبوون چۆنە ئەو باسەیە. جا بۆیە ئەوەڵی هەموو شتێک دوایە تەشبیبی پێکوتراوە. فەسمیە ئیبتیدا و کولی ئەمرین تەشبیبن. دوایە ئیبتیداکردن بە هەر شتێک تەشبیبی پێکوتراوە. وانێ نەک فقط ئەوەڵی قەسیدە ئیبتیدای پێ بکرێت بە بەحسی جەوانایەتی و عاشقایەتی. فقط تەشبیب بەوی نەکوتراوە. وانە دوایە تەشبیب مەعنایەکەی گۆڕاوە بەوەی کە ئیبتیداکردن بە هەر شتێک تەشبیبی پێکوتراوە. وانە وئن لەم یەکون فی ذیکری شەبابی هەرچەند وانەکە ئەو شتەی کە تو ئیبتیدای پێدەکەی لە باسی جەوانایەتی و عاشقایەتیدا نەبێ. هەڵی بوویە چۆنە؟ ئیبتیدا بە هەر شتێکی بکەی تەشبیبی پێدەڵن. هەڵی بوویە چۆنە؟ پس بۆیە ئەمە شوبیبەن بە ئوبتودی ئەو ئوفتوتی هەمانا کردەوە. وانە جام من تشبيب أي وصف للجمال أو غيره كالأدب والافتخار والشكاية وغير ذلك. حليب يسونا إلى المقصود تخلص لا دانا لو اشتيك أولي كلام شروع كرا وبوي لوي لا بدي بولاي مقصود جا أو مايك أولي كلام شروع كرا وبوي تشبيب بوبيت يا غير تشبيب. تشبيب يعني وصف جواني بوبيت یان غیری وی وەکو ئەدەب و ئیفتیخار و شکات کردن و غیری ئەوانش. غیری ئەوانە وەکو مەتح و هەج و تەوەسول و حاڵی بوویە چۆنە لەو شتەیەڕا کە ئەوەلی کەلام شروع کراوە بەوی لا بدەی بۆ لای مەقسوود مع ڕیعایەتی الملائەمەتی بەینەهما ئەی بەینەما شوبیبە بیه الکەلام و بەینە المەقسوود. دەگەڵ ئەوەی کە تەناسوبیش مراعات بکرێت لە بینی أو شتيدا كأولي كلام شروع كراوة بوي ولا بيني مقصود دا تناسب مراعات بكري. وانيا باشا مراعاتي تناسب بس شرطة لتخلص دا حالي بيس وانا لحسن تخلص دا بلام أو قيدات شي خارج دكات اقتضاء بخارج دكا. حالي بيس وانا واحترز بهذا عن الاقتضاء بو قيد آخرة كمراعاتي تناسب دبي بكريت مصنف خوي باراستو لإقتضاب. وانا چون لإقتضاب دا لازمني مراعاتي تناسب لازمني هر انتقال بكريت لأولي كلام وبولاي مقصود او بيدلن اقتضاب جا چه مناسبت هبه لبينان دا چه مناسبت مراعات نكري لبينان دا. حالي بوية سونا وأراد بقوله التخلص معناه اللغوية. حالي بوية سونا كابرا دلت زاباشا الآن لتعريف التخلص دا لفظ تخلصي هنا تخلص تيا ولا التخلص مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما. تخلص التخلص لتعريف تخلص دا تخلصي هنا دواشا أو دور لازم دي وقتي وانيا أما دلنا بابا راستا لتعريف تخلص دا تخلصي هنا بلان لو تخلص بمعنى لغوي دا قرين بمعنى استلاحي ناقرين تخلصي بمعنى لغوي همان خروجة خارج بون. تخلص شيا الخروج مما شبب الكلام به إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما. حالي بيتونا أو أختي هيج دورك لازمنا تكرارج لازمنا يا حالي بيتونا شنكو تشاو أجر أما معنى استلاحية كي لي بقرين هم دور لازم ديت شناتو تخلصي استلاحي بخوي تعريفي ذكي تخلص اصطلاحي شيء التخلص لماذا تخلص اصطلاحي لي بكري لازم ديت كتخلص اصطلاحي بخوي تعريف بكري تكرار لازم ديت وانا شنو اتو ككتد التخلص لو تخلص اصطلاحي لي بكري ما بعدك شيء هم يدقينت وانا يعني خدي كلمه تخلص ما بعدك خوشي هر دقينت وانا همان مما شبب الكلام به إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما.
او نيل لفزي التخلص كالاول كدات واقل لو التخلص الاصطلاحي لي بقري وانيا باقي من دي تعريفك اشهر خدي لفزي تخلص دي جينت او اختي باقي من دي كتعريفك ككتراوا تكرار دبي شن باقي من دي تعريفك لخدي لفزي تخلص فهم دكري اجا تخلص اصطلاحي اللي قلت به او اختي لازم ديت كا باقي من دي تعريفك ككتراوا تكرار به او لازم ديت حالي بويا تسونا بويا اما بو جوابي او اشكالانا دلين دلين بابا لفظي تخلص هيكي كلا تعريفي تخلص دهاتوا معنى اللغوي لي دقرين بمعنى اللغوية حالي بون سونا تخلص يعني خارج بون حالي بويا سونا منتقل بون انتقال حالي بويا سونا وأراد بقوله التخلص معناه اللغوية لا لفظ تخلصك كلا تعريف تخلص اصطلاحي ده هناويتي معناه لغوي كي إرادة كردو مصنف وإلا فالتخلص في العرفي هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة حالي سنة وإلا خدي لفظ تخلص أجا معنى اصطلاحي كي لي بقري دا عرف دا باقي ما عندي تعريفك شي جياندوا خدي لفظي تخلص اگر معنى اصطلاحي كي لي بقري باقي ما عندي تعريفك اش دقينت وانيا خدي تخلص دي اصطلاح ده معناه كي اويا الانتقال مما افتتح به الكلام الى المقصود مع رعاية المناسبة حالي بيتونا فس اقوابد ادامك لازم ندبو كبيلت يعني أو كمصنف إدامة كشكتوا مما شبب به الكلام إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما أو النشان دادك لتخلص معنى إصطلاحي كي نقرتوا حالي بيا سونا وإلا معنى إصطلاحي كي لقرت با هر خدي لفظي تخلص إدامة كشي دقيانت حالي بيا سونا خدي لفظي تخلص معنى كي أويا الانتقال مما افتتح به الكلام الى المقصود مع رعاية المناسبة خدي لفظ التخلص او دقينت اذا ما كي دقينت او اختي اذا ما كبوتسيا اذا ما لازمنا بوكا بكتري وانيا وتكرار لازم ديت حالي بيو سونا شخو خدي لفظ التخلص معنى اصطلاحي اللي بقرين اذا ما كي جياندوها إدي مصنف بوشي كتويتي أو التكرار ده بيدي حالي بيه سونا زباشا لو نقطة ده بوشي ده بيت متكلم زور دقته بكاديسان بويك كلامك زور جوان بي لتخلص ده وانيا أو جيكا ده هيد لابدات بو مقصود ده هيد بشتسر بحثي مقصود لوش ده بزور دقته بكا وإنما ينبغي أن يتأنق في التخلص لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون بوي دبيت متكلم لتخلص إجدا زور بقرد كجوان ترين شد ببينيتوا شون سامع لوي مراقبة وانيا مراقبة وانتظار دكيشت بو منتقلبون لا أولي كلامه ولا مقصود مراقبة وانتظار دك يشد بزانة شون دبي انتقالك شون دبي متكلم شون دك يتسر بحثي مقصودي أصلي فإن كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاطه وأعان على إصغاء ما بعده وإلا فبالعكس أجر انتقالك لا أولي كلامه ولا مقصود جوانبو وهر دو طرفك تناسب ينها بودا قال يكتر حالي بون سونا او من زائده حرك من نشاطه يعني حرك نشاطه او نشاط انسانك دا جولينت تحريك دكات اگر انتقالك جوانبو نشاط مخاطبك تحريك دكات و كومجي دكات لسر جودان بما بعدكشي ما بعد انتقالك حالي بون سنة وإلا أجد جوان بو انتقالك أو كابرا لواني زدب بيت بالعكس أو جار نشاطي نامينيو
زور لوانه جونه دا به كلامك جا تخلصي حسن وكوچي انتقالي حسن وجوان حالي بويت سونا فالتخلص الحسن كقوله تخلصي جوان انتقالي حسن وجوان وكو قولي أبو تمامي كدلت يقول في قومس قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المهرية وخطى المهرية القودي يقول في قومس قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المهرية القودي أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجودي حالي بويت سونا فاعلي يقول قومية يقول قومي في قومس قومس اسم موضع يعني قوم كم لا قومس دا كمكانك لويدا دالين لحالك دا ك قوم كم بمن دالين قوم كم لقومس دا كمكانك دالين أو مفعول يقول بيت دوما حالي بيه سونا لحالك دا وقد أخذت السرى وخطى المهرية القود منا دا حالك دا ك شوروي كان دا حالك دا كشوروي كردن وهنگاوكاني أسبكاني مهرت ك گردنو پشتیان دریجا حالی بوی سونا نیروی من کم کردو توا قد اخذت منا یعنی وانک نقص منا القوا حالی بوی سونا دا حالک دا کشوروی کردن نیروی می کم کردو توا وانی شوروی کردن و هنگاوکانی وهنگاوي أسبكاني وانكا گردن دريجو پش دريجي مهرت حالي بيه سنة مهرت نيوي نفريكي بوا الآن بخوي معناه دكاتو أي أثر فينا السير بالليل ونقص من قوانا روشتن بشو تأثيري كردو لمدا و نيرو تواني مي كم كردو توا وان السورة بمعنى السيرة الشوروي كردن وخطى المهرية خطى المهرية عطف على السرى عطف بوسر سرى كفاعل أخذت بو حالي بو يسونا أوجر لا على المجرور في منا كما سبق إلى بعض الأوهام وانيا عطف نيه بوسر مناي بوسر زميري منا وانيا او خطى المهرية عطف بوسر سراي عطف نيه بوسر زميري منا وكوشون او سبقتي قرتو بولاي بعضك لا وهم كان ولاي بعضك لا فكرة كان شو كوشاو اقر خطى المهرية عطف بوته بوسر زميري منا هم إشكالي لفظي تدا هم إشكالي معنائي تدا يا أولا إشكال لفظي كي أويك لازم ديت كا بوسر زمير مجرور عطف كرابي توا ببي إعادة حرف جر وانيا أجر أتو أو اسم الظاهرة بوسر زمير كي مجرور عطف كي ودبي حرف جر كا إعادة ببي توا ده حالك ده ليرة حرف جر من إعادة نبوتو ومن خطى المهريتي حالي بيه تونا دي باشا عطف بوسر زميري مجروريش ببي إعادة حرف جر ممنوع دي حالي بيه تونا أولا لايك إشكالكي معنائيشي تدايا أوش أويا أقا وانيك بيت أقر بوسر منا عطف بيتوا يعني شوروي كردن هم نيروي ميكم كردوتوا
هم نیروی هنگاوی ئەسپەکانی کەم کردوتەوە وا دەگەێنێت وقتی معناکە وای لێدێ شەوڕەوی کردن قەد ئەخەذەت منا و من خوتە المەهریەتی نیروی ئێمە کەم کردوتەوە نیروی ئەسپەکانیشی کەم کردوتەوە دە حاڵێکدا بەیتی بەعدی وا نیشان داد کە نیروی ئەسپەکان کەم نەبووتەوە بەڵکو نیرویان زۆرە حاڵی بوویە چۆنە پس لە جەهەتی مەعناشەوە ئیشکالی هەیە حاڵی بوویە چۆنە ئەلان بەیتی بەعدی دەخێنین پس خوتە المەهریەتی دەبێت بۆ سەر سوراعەتف بێتەوە یعنی هەنگاوی ئەسپەکان و شەوڕەویکردن و هەنگاوی ئەسپەکان نیروی ئێمەیان کەم کردوتەوە حاڵی بوویە چۆنە ئەوە قەومەکە وا دەڵن وهي جمع خطوة خطا جمع خطوة بمعنى هنقاو قدم وأراد بالمهرية الإبل البتا وشتر أمن جوان من أكود أصب وشترا كان وانيا يعني شوروي كردن وهنقاوي وشترا كان نيروي إيما يان كم كردو توا حالي بيه سونا وأراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهر تبني حيدان أبي قبيلة واني أو مهرية وانك نسبة بولاي مهرة تبني حيدان واني مهرية يعني أو اشترانيك منسوب بولاي مهرة تبني حيدان كرئيس قبيليكو قوري قبيليكي بوا حالي بيو سونا بابي قبيليكي القود أبي جمع أي طويلة الظهور والأعناق جمع أقود قود جمع أقود يعني وشتريكي كبشت وقردني دريج بيت معنى كيسيا أي أثرت فينا مزاولة السرى ومسايرة المطايا بالخطى يعني وانك مشغول بون بشوروي كردن تأثيري كردو لمدا وانيا مشغول بون بشوروي كردن و روشتن دقل وشتراكان بهنگاو هنگاو بهنگاو حالي بون سونا او تأثيري كردو لمدا و نيروي ايمي كم كردو توا جال لو حالي دا قومكي من لو حالي دا قومكي من كتيان دو حالي دا كشوروي كردنو هنگاوی وشتراکان نیروی ایمی کم کرد بوا قومکی من کتیان اما طلع الشمسی تبغی انت ام بنا او دبت مفعولی دبت مقولی یقولو حالی بوی سونا و مفعولو یقولو هو قوله اما طلع الشمسی مقولی یقولو دبت او بیتیا اما طلع الشمسی تبغی انت ام بنا او مصرعیا دبت مقولی مفعولی یقولو وانی آيا أبتا أما طلع الشمسي بنصبج دتواني بيخينيو برفعج دتواني بيخينيو أقبا رفع بيخينيو مبتدايا تبغي خبركيتي أما طلع الشمسي تطلب أن تقصد بنا حالي بيسونا أقرش بنصب بيخينيو أوقتي مفعولي تأميا كلي وبيش كوتوا يعني أتطلب أن تأم مطلع الشمسي بنا حالي بيسونا معنى كشي اويا يعني آيا أتو دت هويت آيا أتو قومكي من بمنيان كت قومكي من كتيان كتيان آيا أتو دت هويت بوروشتنيا أما أتو قصدت هيا أتو دت هويت بوروشتنيا أما متوجه بكي بولاي مطلعي شمس ده تيوي اما بولاي مطلعي شمس ببي بوروشتنيا يعني اوان اما عندو ببون ادي اوان ده ما عندو ببون كتان بابا اما بو چو ده بي ده تيوي اما ببي بو محلي طلوعي شمس بمان ببي حالي بيو سونا آيا اتو ده تهويت بوروشتنيا آيا اتو ده تهويت اما ببي بولاي محلي طلوعي شمس وانا ده تيوي بو مطلعي خورشيد أما ببي حالي بوية سونا فقلت كلا كتمنا والله بوم مطلعي شمس نوبم بلان بوم مطلعي جود وسخاوة دوبم حالي بوية سونا فقلت كلا
ردع للقوم وتنبيه او كلايا او زجري قومك او اغا دار كرنوي قومك كتم نو والله ولكن مطلع الجودي نام هي بو انقو بو مطلعي شمس ببم دو هي دم هي بتام بم بو بولاي عبد الله بن طاهر كمطلعي جود سخاوته دم هي بو بتام بم حالي بو يكسونا شو أوى الآن أوى ونكا الآن انتقال بو مقصودك جوانية انتقال بو مقصودك زور جوانا يدي وان لما تلاعي شمس أوى منتقل بو بلاي مطلع يجود حالي بو يتونا يعني دروز باسكي بردو تسر باسي ممدوحي كا همان عبد الله بن طاهر مطلع يجود سخاوته حالي بو يتونا أو مثالي انتقالي جوان حالي بو يسونا أو لا حسن تخلصي هايدي حالي بو يسونا رابو أسلين ليرا علي رابو أسلين